صباح الخير يا متابعين بتاع الفني الصباح لشركة وينز بروكر هيدوم لكم كاري ميد يوم 17 نوفمبر 2022 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن جنيه بريطاني مقابل الدولار الامريكي. دولة كبيرة للجنيه البريطاني وان كانت طبعا هادئة وشبه محدودة، ولكن درجة اكيد في المقام الاول لانخفاض مؤشرات او اسهم الخزانة الامريكية، سندات الخزانة الامريكية، ومن ناحية اخرى كمان توقعات بخفض حدة رفع الفائدة الامريكية خلال الفترة القادمة. امس كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة، اهمهم مبيعات التجزئة الأساسية اللي جاب نتيجة أفضل كثيرا من المتوقع 1.3%. اليوم هنكون في انتظار بيان هام هو تصريح البناء الأمريكي المتوقع عليه 1,512,000، وده أقل من الشهر الماضي. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلينا ننتقل مع بعض ونشوف شورت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معنا على الشورت، الاداء الايجابي على مستوى اغلب المؤشرات، اداء ايجابي على الاي ام اي، تقاطع المتوسطات السعر الاعلى، ثبات السعر اعلاهم، اداء ايجابي على الفلات تريند وعلى الاستوكاستيك، وثبات السعر اعلى نقطته المحوريه عند ال 1870، ولذلك متوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر 1955 وراها ال 2030 وراها ال 2085، مره ثانيه كسر 1955 وراها ال 2030 وراها ال 2085، السيناريو الاخر انه هيسحب بكسر 1810 وراها 1740 واخر نقطه عند 1670. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.